اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. في الحقيقه يا جماعه اتلقيت في ناس عامله لي منشن على بوست كده على الفيس، فروحت عشان اشوف البوست ده، لقيته صفحه اسمها احمد نجم عامل فيديو كده احمد نجم فين، وتلقيته دخلت الفيديو تلقيته قايل كلام حلو قوي عني. انا بصور لكم الفيديو اهو. لا، واحلى حاجه يا جماعه بسطتني منه ان هو يعني حاطط لينك قناتي عشان الناس تشترك لي، وانا مستغرب من امبارح والنهارده يا جماعه لقيت الاشتراكات عندي زادت، فاستغربت يعني الاشتراكات جايه منين. اتري بسبب بصراحه الراجل يشكر. بص، هو حاطط قناتي هنا اهوت، لينك القناه بتاعتي، هو حاطط القناه بتاعت تفجير وتدمير مش التانية، ودي احسن بصراحه لان ديت اللي انا عايز عليها اشتراكات اكتر. وحاطط اهوت هنا لينك القناه بتاعتي برضو، فالراجل يشكر يعني. يا جماعه مش عارفه اشكره ازاي بصراحه. طب تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاع اليوتيوب. كنت عارف اكتب لكم بوست ولا انزل لكم فيديو ولا فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. رسالة عايز اقولها للناس اللي بتحبليش الخير، ابسطوا ابسطوا وافرحوا وزقططوا. زقططوا زقططوا ابسطوا، عشان امبارح حتى جروب جيمز ميكس اللي هو قرب 100,000 اللي قلت اخشه عشان اعوض الجروبات اللي اتبنت منها، يا دوبك نشرت فيديو واحد خدت بان تاني يوم. فعايزكم تفرحوا وتتبسطوا قوي. سقفة كبيرة للرجالة. ثلاث فيديوهات بيجيبوا 3,000 مشاهدة. افرحوا واتبسطوا. سلام. اهو ده بيعرف يعمل دي. استاذ فادي بتاع تفجير فادي عدلي ملك جرجس، فادي عدلي ملك جرجس اسد، وانت مجرد اسمها ايه الضحايا يعني، اللي هو بيلتهم مثلا غزاله، فاهم؟ ضحيه مش عارف، وانت مجرد اسمها ايه البتاعه دي. يا حبيبي بقولك ايه، هو الاسد ماشي لما بيجي بيروح على الاكلة بتاعته، الوجبة بتاعته اللي هو الغزالة او بتاع الغزالة دي بتسمى ايه؟ فريسة. بس شكرا شكرا، يلا سلام، باي باي. استاذ فادي اسد وانت شوية فرائس. اوكي، يا ريت ندخل قناة اسمها تفجير وتدمير، تمام؟ يعني وروا له فعلا ان انتوا بتحبوا الشخص ده. يعني استاذ فادي جميل جدا، تسلم. وفيديوهاته كلها انا ما اعرفش فيديوهاته عن ايه الصراحه، بس انا بحب فادي، بتفرج عليه. الكاميرا فصلت وايه، وانا قعدت اتفرج بقى على ايه هو ايه الفيديو الجديد اللي فادي بيعمله كده. فبصوا لقيت جايب وهبه، عشان وهبه حاطه في الفيديو القديم. فاكرين لما قلت طلعت في التلفزيون؟ حركة جامدة فشخ الصراحة من وهبة، وعجبتني أوي. لا شوف بقى الكواليتي وفرق الكواليتي، تحس إن أنا بواب دلوقتي. عامة فادي بيقول بقى إن هو ظهر وبتاع ومبسوط وكده، ففادي دي أقل حاجة المفروض نعملها لك، وإحنا حاليا هنيجي نغزو القناة بتاعتك. بصراحة يا جماعة القناة بتاعته انا اتبسطت منها، اتمزجت منها قوي. انا اشترك اهو عشان اتابع الفيديوهات بتاعته، لان بجد يعني بصراحة ضحكت جامد على الفيديو بجد 100 100، يعني حاجة هو كوميدي قوي بصراحة، اتبسطت قوي يعني. فياريت يا جماعة انا هحط لكم لينك القناة بتاعته في الوصف، يا ريت تشتركوا عنده، لان بجد زي ما انتم شايفين يعني هو بصراحة يعني الفيديوهات بتاعته كوميدية ولذيذة يعني وكده. وانا احب اشكره يعني على اللي هو عامله ده، وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.